السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، معكم ميس هبة رجب. أهلا بكم تاني إعدادي. بنكمل مع بعض يا أولاد مراجعات ليلة الامتحان على مقررات شهر أكتوبر الترم الأول 2025. نزلنا مراجعة قبل كده وبننزل مراجعة تاني أهو. إحنا معانا طبعا الكتاب الفاينل ريفيجن، المراجعة النهائية اللي بيجي مع ملخص الأضواء الجيم. جايب لي فيه مراجعات على مقررات شهر أكتوبر على الوحدة الأولى والتانية، جايب لي 3 نماذج هنحلهم مع بعض النهاردة إن شاء الله. فين قلت من كتاب الأضواء جيم. هنبدأ مع بعض بموديل 1، النموذج الأولاني. choose the correct answer from A, B, C or D. السؤال اختيارات نمبر 1 بيقول لي يا ولاد people go to the north to fly to different cities and countries. الناس بتروح فين علشان تسافر لمدن ودول مختلفة؟ بيروح البورت، الميناء، ستيشن المحطة، ايربورت المطار، ولا مترو؟ طبعا بيروحوا الايربورت المطار. he lives next to my uncle، عايش جنب عمي. he is his، يبقى هو ايه لعمي؟ neighbor، neighbor يعني جاره. tourist سائح، ولا guest ضيف، ولا worker عامل؟ طبعا neighbor يعني جار. I study not، انا بذاكر ايه؟ to make my handwriting better، بدرس ايه علشان ايه؟ احسن خطي، احسن خطي او كتابتي. بدرس math، ولا geography، ولا calligraphy، ولا biography؟ طبعا كاليجرافي اللي هو ايه يا ولاد؟ فن الخط او فن الكتابة. after the game، بعد المباراة. of fans، fans اللي هم الايه المعجبين. went to the players، راحوا للاعبين. to take photos with them، عشان يلتقطوا معاهم الصور. sales، sorry skills، مهارات، ولا crowds اللي هي حشود او جماهير. skins، ولا portals طبعا يا ولاد crowds اللي هي الايه حشود من المعجبين، راحوا علشان ايه يتصوروا مع اللاعبين. I thank it the not for helping me choose the best color of my new jacket. شكرت مين؟ لأنه ساعدني في اختيار أفضل لون للجاكيت الجديد. nurse، ولا shop worker، ولا police officer، ولا street food seller، بائع في الطريق، ولا ضابط شرطة، ولا العامل في محل، ولا ممرضة؟ طبعا شكرت مين يا ولاد؟ الشوب وركر عامل المحل، ان ساعدني في اختيار لون الجاكيت الجديد. more girls، كثير من الفتيات. sports now، الرياضة الآن. than when I was younger، than يا ولاد بدل الكومبيراتيف عن لما كنت ايه صغير. right، ولا do، ولا make، ولا take؟ يمارس الرياضة يعني يا ولاد do sports. فاطمة is deaf، deaf يعني أصم. she can use not language، بتستخدم لغة ايه؟ signal، ولا sign، ولا happy، ولا sad؟ طبعا بتستخدم ال sign language، اسمها يا ولاد لغة الإشارة، لغة الإشارة. could you please speak more، لو سمحت من فضلك ممكن تتحدث ايه أكثر ايه؟ more ايه slowly، ببطء أكثر، ولا slower، ولا slowest، ولا slow؟ طبعا يا ولاد مور slowly، تتحدث ببطء، ده adverb حال. علي اند عمر their computer at the moment، بيعملوا الكمبيوتر ايه في الوقت الحالي؟ they are watching TV، بيشاهدوا تلفزيون. يبقى هو مش بيشاهدوا ايه، ومش بيستخدموا الكمبيوتر. use، ولا don't use، ولا are using، ولا aren't using؟ طبعا يا ولاد ده كده مضارع مستمر عشان عندي ايه at the moment. وعمرو وعلي بياخدوا ايه؟ عمرو سوري علي وعمر بياخدوا ار لانهم جمع، فنفي الار ارنت يوزنج، معناها لا يستخدموا الكمبيوتر في الوقت الحالي. امال بيستخدموا ايه وبيعملوا ايه؟ بيتفرجوا على التلفزيون. هايد دي نوت تو ذا بارك افري فرايداي، هايد جو، ولا جوز، ولا جونج، ولا از جونج؟ طبعا از جونج افري فرايداي. سوري يا ولاد افري تدل على المضارع البسيط، اسفه جدا، فناخد لها ايه هايد دي من ايه ضمير مفرد، والمفرد في المضارع البسيط بياخد فعل بالاسم بقى جوز، اسفه جدا. السؤال الثاني complete the sentences with the correct form of words in brackets، عندنا بقى كلمات عاوزين نصححها. بيقول لي ايه where نادر work، he works at a hospital، عايز اقول اين يعمل نادر. طيب هسأل في المضارع البسيط بيه يا ولاد بالدوز، where does نادر
work. تمام. طيب my dad works hardly. hardly دي معناها نادرا، انا عايزه اخليها حال تبقى hard بس، لان الصفه hard الحال منها hard زي ما مش بتتغير. a train in London tomorrow. no it won't. عاوز اسال في المستقبل، حصل بيه اولاد بويل will it rain، عشان اجاوب ايه ب it won't. they never coming late they come on time. طيب هنقول they never، ده مضارع بسيط كده في الفعل بيجي في المصدر بدون اضافة اي ان جي. they never come late. I can't help you now، لا استطيع مساعدتك الان. تمام. ليه بقى؟ ده مضارع مستمر عشان عندي now. I do my homework، تبقى ايه؟ I'm doing my homework، هنخليها مضارع مستمر. شوف المودل 2 عبارة بقى عن ايه. بدأ بأول سؤال complete the following dialogue، أكمل المحادثة. بيقول لي جايلان suggests going shopping tomorrow. جايلان بتقترح الذهاب للتسوق غدا. جايلان بتكلم ميرا. هاي ميرا، how are you today؟ عاملة ايه النهاردة؟ هتقول لها I'm fine thanks. سألتها سؤال او قالت لها حاجة، قالت لها I'm sorry I can't come. هتقترح بقى عليها ايه؟ الذهاب للتسوق غدا. let's go shopping tomorrow. let's، طبعا الاقتراح بنعمله بلسه زائد المصدر. let's go shopping tomorrow. قالت لها اسفه مش هقدر اجي. فجيلين سألتها سؤال، قالت لها my little brother is ill، اختي الصغيرة او اخويا الصغير مريض. تبقى تقول لها ايه؟ why can't you come، ليه مش هتقدري تيجي؟ why can't you come. قالت لها حاجة، قالت لها thanks او thank you so much. لما قالت لها اخويا الصغير مريض طبعا تقول لها ايه؟ تتمنى لي الشفاء مثلا. I hope he gets better soon. قالت لها thank you so much. سألتها حاجة تانية، قالت لها yes of course you can come at any time. طبعا هتقول لها ينفع اجي ازوره. can I come to see him، هتقول لها طبعا تيجي في اي وقت. السؤال التاني قطعوا عليها اسئلة. every morning كل صباح I wake up at 6 a.m. بصحى الساعة 6 صباحا. I brush my teeth، بغسل أسناني بالفرشاة. Then I go to the kitchen، بروح المطبخ. And make breakfast، وأعمل الفطار. I usually have eggs، بتناول بيض. And some toast، وبعد خبز التوست الخبز يعني. At the weekend، في عطلة نهاية الأسبوع. I have cheese and milk، بتناول جبنة ولبن. I usually read the news during breakfast، أثناء الفطار عادة بقرأ الأيه الأخبار. After I finish breakfast، بعد ما أخلص فطاري. I wash the dishes، بغسل الأطباق. I leave the house at 7:30، بغادر المنزل 7:30. I usually take the train to work، باخد أي القطار إلى العمل. It takes about 40 minutes، بياخد 40 دقيقة. I arrive at work at around 8:10، بوصل الساعة 8:10. I have lunch there، بتناول أي فطاري هناك. there تعود على مين؟ على الورك العمل. I usually finish work at 6، بخلص شغل الساعة 6. I arrive home at about 7، برجع البيت الساعة 7. I cook dinner، أعد العشاء. I usually listen to music while eating dinner، بسمع موسيقى وأنا بتناول العشاء. After dinner، بعد العشاء. I read for about an hour on the sofa، على الكنبة بقرأ لمدة ساعة بالليل. I watch TV before I go to bed at 10، بنام الساعة 10 بس قبلها بسمع التلفزيون. اول سؤال بيقول لي what is the best title for the text، النص اللي بيتكلم عليه ولا حد بيتكلم على الروتين اليوم بتاعه. فيقول لك my daily routine.
When does the writer like to read the news؟ امتى بيحب يقرأ الأخبار؟ طبعا يا ولاد هنقول ايه؟ During breakfast. During having breakfast، أثناء تناول الإفطار. Do you think the writer works in a school؟ بيعمل في مدرسة؟ Why؟ Why not؟ طبعا مواعيد مش مواعيد مدرسة خالص، واحد بيخلص شغله الساعة 6، يبقى هنقول ايه؟ I don't think so. لا أعتقد ذلك. ليه؟ Because the writer finishes ينهي work at 6. طيب choose the correct answer from A, B, C, or D. The underlined word there. There refers to تعود على مين؟ work ولا home ولا train ولا nothing؟ أنا قلت لك تعود على مين يا ولاد؟ على ال work، العمل. بعد كده the writer reads on the note before watching TV. بيقرأ على ايه قبل ما يشاهد التلفزيون؟ table ولا bed ولا sofa ولا armchair؟ طبعا ايه؟ الصفا. The underlined word round means by ولا exactly ولا about ولا near؟ طبعا تساوي كلمة about يا ولادي، يعني حوالي. نروح بقى للموديل 3، عبارة عن ايه؟ choose the correct answer from A, B, C or D. number 1 I got a letter from my friend. انا جالي خطاب من صديقي. and I need to make a reply. عايز اقول ايه؟ اعمل له رد. reply يعني رد. to it ولا at ولا in ولا on؟ طبعا يا ولاد هتبقى ايه؟ reply to it. my cousin ابن عمي draws very well. بيرسم كويس. he wants to be، نفسه يطلع ايه اللي بيرسم ده؟ engineer ولا doctor ولا artist ولا pilot؟ طبعا نفسه يطلع artist يعني فنان. the bus driver will carefully not the bus at station. هيعمل ايه؟ سواء الاتوبيس، الاتوبيس في المحطة، catch ولا hold ولا park ولا carry؟ طبعا ولا park يعني يركن. when two young people get married، لما اتنين بيتجوزوا. they give a not party، بيعملوا ايه؟ ها، بودينج ولا ويدينج ولا ويدينج ولا بودينج؟ طبعا بيعملوا ايه؟ ويدينج بارت، اللي هي حفل زفاف. not do you see your grandparents؟ how many ولا how much ولا how often ولا how heavy؟ طبعا يا ولاد how often يعني كام عدد المرات اللي بتشوف فيها اجدادك. he can speak English، بيتحدث الانجليزي ايه؟ good well better best. طبعا هناخد ايه؟ well، يعني ايه بيتحدث ايه؟ بطريقة جيدة. ده كده يا ولاد adverb حال. التصحيح الخطأ how can grandparents helping you people أو young people in the family. طيب ال can يا ولاد يجي بعدها فعل في المصدر، تبقى help، عشان عندي مين؟ can. my brother أخي always is، لأ بنجيب verb to be الأول وبعد كده ظرف التكرار. الفيرب الوحيد اللي بيجي قبل ظرف التكرار هو verb to be، تبقى my brother is always a clever tennis player. بعد كده ساندي not watch videos every day. طيب مضارع بسيط، تبقى يا ولاد هنفعي but doesn't watch. why are the children are مضارع مستمر playing outside in the rain، ليه بيلعبوا بالخارج في المطر. بعد كده يا ولاد بيقول لي عاوز موضوع من 90 كلمة عن ايه؟ your daily routine، روتينك اليومي او عملك الايه المتكرر كل يوم. زي ما احنا خدنا القطعة دي كده من شوية، ممكن نكتب ايه جمل زي كده من هنا. كده يا ولاد انتهينا من حل مراجعتين الامتحان على مقرات شهر اكتوبر من كتاب الاضواء الجيم الفاينل ريفيجن، المراجعة النهائية. نزلنا مراجعة قبل كده وانتظرونا كمان في مراجعات تانية كتير. تابعونا الفترة الجاية، يا ريت يا ولاد نعمل لايك وشير الفيديوهات واشتراك في القناة وتابعوا على صفحة الفيسبوك مس هبة رجب. بتمنى لكم نجاح حبيبي والتوفيق. كانت معكم مس هبة رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.